السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا مشتركين قناة ماكسيما وزداد اوكشن. اليوم يا شباب موضوعنا هيكون مختلف شوية. النهاردة طبعا النهاردة اجازة من المزادات. المزادات بتبدأ دايما شغلها من يوم الاثنين ليوم الجمعة، فيوم السبت والحد بيكون اجازة في المزادات، اجازة في امريكا عموما يعني. تمام، فمفيش مزاد النهارده نسجله، فقلت اسجل لكم حاجه كده كلكم بتهتموا بيها. يعني دايما بلاقي ناس بتسالني على الكومنتات وكده، بتسالني على العربيات الاكزوتيك، العربيات الاكزوتيك اللي هي العربيات الغاليه اللي هي الفراري واللامبورجيني والحاجات دي كلها. فالحاجات دي يا شباب طبعا موجوده في المزاد، بس ما بيبقى لهاش مزاد محدد. يعني ما ينفعش انا استنى مزاد كامل كله بالكامل من اوله لاخره لمزاد سيارات اكزوتيك، تمام؟ فما فيش الكلام ده. لكن انا يعني من كتر ما انا جالي عليها كومنتات كتير، ناس عايزه تتفرج وتشوف موديلات ايه الموجود في مزاد كوبرت الامريكي وايه الاسعار وكده، فانا النهارده حبيت اعمل لكم الفيديو ده نشوف فيه العربيات الموجوده في المخزون، العربيات الموجوده في مخزون مزاد كوبرت نفسه، اللي هي اللي في المخزون ده، يعني اللي لسه ميعادها جاي، لسه هتتباع بعد مثلا يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد اسبوع. فهنشوف يا شباب السيارات دي مع بعض كده، ونشوف حالتها ونشوف اسعارها، تمام؟ وان شاء الله المزاد يعجبكم يا شباب. واي حد زي ما قلت لكم دايما حابب يشتري سياره مزاد كوبرت الامريكي، يتواصل معانا على رقم الواتساب الموجود بوصف الفيديو، وان شاء الله مش هقصر معاه وهجيب له السياره اللي بيتمناها وبيحلم بيها بارخص سعر واقل تكلفه ان شاء الله. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويعمل لايك ويضغط زر الجرس عشان لا يفوته اي مزاد لينا من اللي بنعرضه بشكل يومي يا شباب. ويا ريت كمان يا شباب ما ننساش نعمل مشاركه للفيديوهات عشان اللي ما شافش قناتنا ولا يعرفها يشوف ويعرف محتوانا ايه هو بالظبط ويتابعنا، تمام؟ فانا كده يا شباب فتحت صفحه المزاد، مزاد كوبرت اهوت، تمام؟ فدخلت على الانفنتوري اللي هو المخزون، تمام؟ بعد ما دخلت على المخزون في هنا عمليات بحث اهي عشان تسهل عليا الفرجه. يعني لو عايزين نبداها من الاول، مثلا هنبداها من الاول انفنتوري، تمام؟ كده احنا من الاول اهو خالص، تمام؟ فتح لي الصفحه دي، حلو، اوكي. بضغط على فيو اول فيكلز، عايز اشوف كل السيارات الموجوده في مخزون المزاد. دي كل السيارات المخزونه الموجوده في المخزون، قال لك هنا زائد 100,000 عربيه، يعني اكتر من 100,000 عربيه، اكتر يعني ممكن يكونوا مليون، ممكن يكونوا 700,000، 800,000، 2 مليون، بيقول لك اكتر من 100,000 عربيه، تمام. طيب طبعا العربيات دي كله في بعضه اهو، دوج، هونداي الانترا، كيا اوبتيما، جميع انواع العربيات، شيفروليه كروز، شيفروليه اكسبريس، كل العربيات قدامنا موجوده. لا انا عايز ابحث حتى العربيات النقل، حتى الموتوسيكلات كله، انا كده عامل بحث على المخزون بالكامل. لا انا عايز احدد المخزون بتاعي، تمام. اول حاجه باجي هنا بضغط على الاكزوتيك، على كلمه اكزوتيك، كلمه اكزوتيك اهيت، بيجيب لي العربيات اكزوتيك بس، العربيات الغاليه بس، انا مش عايز الا دول، تمام. بضغط على اكزوتيك كده هيبدا يجيب لي العربيات الاكزوتيك، تمام. قال لك موجود اكتر من 1000 عربيه اكزوتيك، حلو، 1000 عربيه اكزوتيك. طيب انا عايز العربيات دي، مش عايز اي موديلات، مش عايز موديلات قديمه مثلا، مش عايز موديل 2006، يعني مثلا دي 2006 اهي بنتلي مثلا، تمام. لا انا مش عايز موديلات قديمه كده، انا عايز موديلات حديثه. فاجي هنا على الير وهعمل كده، تمام، هقول عايز من 2015 اهوت لغايه 2020، فمش هيجيب لي الا دول بس، من 2015 ل 2025، تمام. خلينا نقول له ريسيت، هو يعني شكله مهنج شوية، خلينا نقول من 2014 مثلا، تمام. كده هيبدأ يبحث اهو من 2014 ل 2025، مش هيجيب لي غيرهم. هنلاحظ دلوقتي الموضوع اختلف، برضو عندي أكتر من 1000 عربية، بس الموديلات بقت كلها زي ما احنا شايفين كده 2018، 16، 16، مفيش حاجة هنلاقيها أقل من 2014، تمام. طيب عايزين نحدد كمان العربية، لو عايزين نحددها مثلا كلين تايتل أو سالفج،
يعني مثلا انا مثلا عايز استورد عربيه للكويت بس، فمش هدور على عربيات السلفج، يعني قانون دوله الكويت ما بيسمحش بدخول العربيات السلفج، فبروح جاي هنا، في عندي هنا اهو سلفج وعندي كلين تايتل، باجي بقوم محدد على الكلين تايتل بس، انا عايز عربيات كلين تايتل بس، ما تدورليش على عربيات سلفج في الموضوع، تمام؟ بيجيب لي العربيات الكلين تايتل بس، كل دول كلين تايتل مسموح بدخولهم دوله زي الكويت مثلا والسعوديه على فكره برضو، عندك العراق والامارات هما الدولتين العربيتين الوحيدين اللي بيسمحوا بدخول السلفج والكلين تايتل، تمام؟ فهنيجي نشيل الاختيار ده، طبعا هنا هنلاقي العربيات قلت، بقت قال لك بقى اكتر من 100 عربيه بس، تمام؟ هنيجي نشيل الكلين تايتل دي، هنخليها سلفج مع كلين تايتل، تمام؟ طيب في كمان اختيار ممكن نشوفه، اللي هو العربيات اللي مكتوب عليها باي ات ناو زي كده، يعني شايفين دي يا شباب هنا باي ات ناو، باي ات ناو يعني العربيه دي لو انا مش عايز استنى المزاد بتاعها، ميزراتي الجلبي 2016 المزاد بتاعها امتى؟ مكتوب هنا بالاحمر اهو، بعد 20 ساعه و43 دقيقه من دلوقتي، يعني المزاد بتاعها بكره، بكره بعد 20 ساعه و43 دقيقه. طيب انا مش عايز استنى المزاد، انا شفت العربيه دي دلوقتي وعجباني اهي، مثلا فتحت العربيه مثلا يعني اهيت، تمام، اتفرجت على العربيه كصور مثلا اهي، العربيه ما شاء الله سليمه، تمام، ما فيهاش حوادث ولا فيها اي شيء، تمام، بس هنا في حرف ايه اهو، حرف الايه ده يعني الموتور فيه مشكله، تمام، الموتور فيه مشكله، ده بالنسبه للعربيه دي، اوكي، اتفرجت على العربيه وعجباني. طيب انا واحد من الناس العربيه عجبتني والسعر اللي انا شايفه باي ات ناو اللي هو 4950 ده انا عاجبني، انا بقول السعر ده عاجبني رغم ان انا لو انتظرت المزاد هاخدها بارخص من كده، وده اكيد لان اللي حاطط السعر ده 4950 هو صاحب العربيه، هو عايز يبيعها بكده، بس هي مثلا ما جابتش في المزاد غير 3 ونص، فمضطر يبيع بال 3 ونص، او ممكن يطمع في 100 200 زياده والا مش هيلاقي حد يشتري في المزاد، تمام؟ فهو حاطط سعر، انت عايزها دلوقتي حالا باي ات ناو، اضغط على باي ات ناو وخش ادفع فلوسك واشتريها على طول دلوقتي، ولا تستنى مزاد ولا تتعب نفسك، لان المزاد ده مثلا قريب، ده بعد 20 ساعه، يعني بكره اهو 20 ساعه و42 دقيقه، يعني بكره مش بعيد، في عربيات تانيه ممكن تعجبني، اشوف العربيه وتعجبني بس مزادها ده بعد شهر، بعد شهر ونص، فانا مستعجل على العربيه، فبضطر ايه اضحي شويه واخدها باي ات ناو بالسعر اللي قدامي ده، اللي هو السعر اللي صاحب العربيه عايزه، بمجرد ما بضغط هنا انا خلاص بيجي لي صفحه الدفع وبدفع فلوسي وخلاص، اوكي؟ فده اللي احنا بنقوله باي ات ناو. فنرجع تاني كده للبحث بتاعنا، رجعنا تاني للبحث بتاعنا، النت عندي بطيء شويه معلش يا شباب، رجعنا تاني، فاحنا هنا شايفين كل العربيات اللي هي باي ات ناو زي دي كده وزي دي كده، مش باي ات ناو دي داخله مزاد بس، تمام، ومزادها قال لك كارنت بيد هيبدا من 10200 دولار، تمام، وعندك مثلا دي دي مثلا مزارات جيل تاني ما فيهاش باي ات ناو، ودي ما فيهاش باي ات ناو، دي فيها، تمام. طيب انا مش عايز اشوف، انا عايز اشوف اللي هو باي ات ناو بس، انا عايز اشوف كل العربيات اللي مش عايز يجي لي زي كده من غير باي ات ناو، دي مزاد بس ب 9100 مزادها هيبدا بورش بوكستر جي تي اس 2023، ممتازه العربيه دي، تمام، بس العربيه دي كانت غرقانه يا شباب، مكتوب هنا اهوت ووتر فلود، تمام، ووتر فلود ده مش مشكلتها، ووتر فلود انا مش عايز العربيات تظهر لي، انا عايز كله يكون باي ات ناو عشان ابقى عارف سعر العربيه تقريبا الرينج بتاعها هيبقى كام، فباجي هنا كده يا شباب وبدوس على دي كمان في الاختيارات عندي، كل دي اختيارات، يوزد عربيات مستعمله، ران اند درايف، انا عايز ران اند درايف بس، عايز عربيات شغاله وبتمشي، مش عايز عربيات فيها موتور ومش عايز عربيات فيها مشاكل، اروح دايس ران اند درايف كده، هيبدا يبحث لي هو على العربيات الران اند درايف بس، حرف الار، تمام، هتشوف دلوقتي كل العربيات قلبت، بقى عندي برده اكتر من 100 عربيه كلهم هنا حرف ار ار ار، كل ده ظهر لي العربيات الحرف الار بس الران اند درايف، تمام، فدي عندي ميزه حلوه ان انا بحدد اختيارات البحث بتاعي اللي انا عايزها، تمام. فقلنا هنا هنبحث على الباي ات ناو كمان، يبقى احنا كده حددنا الاختيارات، اختيارات مكتوبه هنا يا شباب شايفين هنا هو محددين، هنا ران اند درايف محددين، هنا اكزوتيك عربيات قيمه بس محددين، هنا الموديل من 2014 ل 2025، هنضيف عليهم كمان باي ات ناو، انا عايزك تبحث لي يا كوبرت عن عربيات باي ات ناو بس، عربيات قابله للشراء الان، تمام، اهو ضغطنا عليها، بقى هنا مراحل البحث اربعه، باي ات ناو، ران اند درايف، اكزوتيك عربيات غاليه 2014 ل 2025، تمام،
في عندي لسه حاجات تانية، عربيات معروضة للإيجار رنتل، عربيات انجن ستارت بروجرام محتاجة برمجة بس، هوت ايتمز عربيات بسعر لقطة، تمام؟ فده كله قدامي اهو. اوكي، فاحنا دلوقتي حددنا كل الاختيارات اللي احنا عايزينها، باي ات ناو، ران اند درايف، كلها شغاله وماشيه، كلها اكزوتيك، عربيات غاليه، كلها من 2014 ل 2025، وطلع لي حوالي 64 عربيه هم اللي موجودين حاليا في المزاد وجاهزين للشراء، ومزادتها قريبه بس هم جاهزين للشراء. لو انا عايز اشتري دلوقتي يلا هشتري دلوقتي. فاول عربيه معانا يا شباب هنشوفها اهوت، عربيه فيراري 488 2017 سبايدر. العربيه ممتازه جدا طبعا، ران اند درايف اهي. العربيه العداد بتاعها 51627 مايل. حلو، القيمه بتاعتها السوقيه في الامارات، العربيه دي قيمتها في السوق 268000 دولار، قيمتها 268000 دولار، تمام؟ معروضه حاليا باي ات ناو ب 163500 دولار. يعني انا لو عايزها دلوقتي حالا هضغط على باي ات ناو، ده هيفتح لي صفحه الدفع، احط الرقم البطاقه بتاعتي واشتري وخلاص على كده للزبون اللي عايزها ب 163500 دولار. طيب لا انا عايز استنى المزاد اللي هو امتى؟ اللي هو بعد 20 ساعه و39 دقيقه، المزاد بتاعها بكره، تمام؟ فبستنى المزاد بتاعها. فانا اللي في ايدي دلوقتي هستنى المزاد بتاعها اللي هيبدا من 59000 دولار، مزادها هيبدا من 59000 دولار. معروف العربيات يا شباب دوره المزاد زي ما احنا شفنا في مزاداتنا اللي بنعرضها كل يوم، ان دوره المزاد ما بتزيدش عن دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين بالكتير قوي، فما تلحقش توصل. يعني لو دي مثلا بدا مزادها بكره من 59500، عمرها ابدا في الدقيقتين، الناس بتزود بال 100 وبال 200، ما بتزودش بال 5000 وبال 10000، بيزودوا 100 200 100 200 وهكذا. فدوره الدقيقتين على ما تخلص بتكون العربيه عمرها ما توصل لل 163500 عمرها، فهتيجي العربيه بارخص من كده بكتير. فطبعا ان انا استنى المزاد بيكون افضل لي كتير جدا. انا مستعجل على العربيه وعايزها وهموت عليها، والميعاد بتاعها ده مش بعد 20 ساعه، ده بعد مثلا شهر ولا شهر ونص، خلاص انا باخدها باي ات ناو وانا ورزقي. هبقى انا على الاقل عارف ان السعر ده مناسب ليا او لا في السوق بتاع بلدي، هل السعر ده بالنسبه لي لقطه وحلو ورخيص ولا لا، بناء عليه انا صاحب القرار، تمام؟ فهندخل نشوف السياره دي كده، عربيه شكلها حلو جدا، وران اند درايف شغاله وماشيه، ومزادها بعد 20 ساعه، تمام؟ السياره فيراري 488 سبايدر، دي الصور بتاعتها. العربيه ما شاء الله شكلها حلو جدا ولونها حلو جدا، دي صور العربيه، العربيه دي ران اند درايف، تمام؟ ما شاء الله عربيه قيمتها في السوق 268000، تشوفوا الداخليه بتاعتها يا شباب، روعه 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 بصراحه. 8 سلندر 3900 سي سي، شايفين العربيه وجمالها يا شباب من جوه. العداد بتاعها كام؟ 51000 مايل فقط، ده عداد العربيه الفعلي. العربيه كلين تايتل، سيرتيفيكيت اوف تايتل، يعني كلين تايتل مش سالفج، تمام؟ فالعربيه بسم الله ما شاء الله شكلها حلو جدا، وممشى العداد بتاعها 51000 مايل قليل جدا، تمام؟ اللون ازرق، 8 سلندر 3900 سي سي، تمام؟ عربيه بنزين. في كمان هنا فحص يا شباب، لو عايز لو عايز انا اشوف الفحص بتاع السياره بنزل هنا شويه كده، مكتوب فيو ريبورت، بشوف الفحص بتاعها، فبضغط كده وبتفرج على العربيه فيها ايه مشاكل، تمام؟ خلينا كده نشوف مع بعض. فتح لي صفحه الفحص بتاعتها. دي كباتشه بس عشان اتاكد ان انا انسان. فتح لي صفحه البحث بتاعها. اول حاجه بنشوفها في الفحص بتاع السياره يا شباب ان الاونر، الاونر ده الملك الثاني، يعني صاحب العربيه ده حاليا هو الملك الثاني ليها. لو هو ملك ثالث هيبقى ثلاثه، ملك رابع هيبقى اربعه، ده الملك الثاني ليها يا شباب، تمام؟ وده نوع العربيه، وده رقم الشاصي بتاعها، اوكي؟ وادا الصناعه بتاعتها ايطالي. العربيه بقى لها 7 سنين شغاله، تمام؟ ماشيه 51000 مايل، دي بيانات العربيه. طيب تعالى نشوف كده هل هي عامله حوادث او مش عامله قبل كده. عندك ستيت تايتل براند، الاوكشن براند، دخلت مزاد قبل كده؟ لا، ده اول مزاد تدخله، علامه صح، يعني ده اول مزاد تدخله العربيه. العربيه عملت حادث قبل كده؟ في هنا علامه تعجب اهي، هنشوفها تحت دلوقتي، تمام؟ اوبن ريكول تشيك، هل هي الشركه طلبتها قبل كده عشان تعمل لها مثلا صيانه او حاجه؟ اه، وان اوبن ريكول، تمام؟
استدعاء، اللي هو استدعاء يا شباب، يعني ساعات في عربيات بتطلع مثلا فيها تحديث مثلا، فالمصنع بيعمل استدعاء لكل العربيات اللي اتباعت، فدي كان معمول لها استدعاء واحد وراح تعمل لها مثلا تحديث في المصنع او حاجه، تمام؟ كله هنا عليه علامه صح، يعني كده العربيه ما فيهاش مشاكل، هنا صح اخضر، هنا صح اخضر مفيش مشكله، هنا في ريكول واحد ما يفرقش معانا، هنا في علامه تعجب يعني فيها العربيه دي كانت مخبوطه خبط قبل كده يا شباب، بس اللون ده البرتقالي ده طالما مش احمر تبقى الخبطه بسيطه جدا مش مؤثره في السياره. هنشوفها دلوقتي كانت فين. الاودومتر تشيك ده اللي هو هل العداد ده 51940 هل ده شرعي ولا ملعوب فيه؟ هل هو حقيقي ولا مرعوب ملعوب فيه؟ ده شرعي يعني في علامه صح اهو، يعني ده ما تلعبش فيه، ده الممشى الفعلي بتاع العربيه. لو هو ملعوب فيه بتلاقي ده عليه علامه تعجب، وعليه مثلا يقول لك كانت في تاريخ مثلا، اهو بص بيقول لك هنا يعني كان ممكن، يعني ممكن يقول لك ده هنا شيكوا عليه يوم 19/9/24 لقوه زي ما هو 51549، ده كان اخر تشيك ليه. ممكن عربيات تانيه يقول لك لا ده كان في اخر تشيك مثلا كان 70000 80000، وانت تلاقي العربيه دلوقتي 51000، فمش يعني عمره ما يكتب لك هنا علامه صح، هيكتب لك هنا علامه تعجب زي دي كده، وتعرف ان العربيه دي ملعوب في عددها. دي الحمد لله مش ملعوب في عددها. هنا الانشورنس التامين بتاعها ساري مفيش مشكله، تمام؟ كل ده ما يفرقش معانا. اللي يفرق معانا هنا يا شباب، هنا الحته دي بتاعت الحوادث. هنا عندك دي العلامه دي لو منوره تبقى العربيه دي بقى فتحت ارباج قبل كده، فتحت ارباج قبل كده، ارباج اتفتح خبطت واتفتح ارباجها، فده مطفي، تبقى العربيه دي ما فتحتش ارباج خالص. هنا ده وده منور احمر، تمام؟ يبقى فيها شاصي، شايفين الشرخ اللي في نص العربيه ده، يعني بيقول لك الشاصيه اتشرخ يعني، فدي الحمد لله مش منوره. هنا لو العربيه اتقلبت، العربيه دي ما اتقلبتش، تمام؟ هنا منور برتقاني اهو، مودريت سيفر، يعني اتخبطت خبطه بسيطه، تمام؟ وما ادتش الشاصي ولا حاجه، لو شاصي كانت هتبقى الخبطه هنا، كانت هتبقى منوره هنا فوق، لكن طول ما هي منوره تحت ده مودريت، دي بتبقى حفات بسيطه، حفه بسيطه، ضربه بسيطه، المهم حاجه بعيد عن الشاصي واتصلحت طبعا، تمام؟ بس كده يا شباب، ده اللي احنا بنشوفه في الفحص، ما يهمناش حاجه اكتر من كده، ان العربيه فيها شاصي او ما فيهاش. فيها شاصي على طول بنلاقي دي منوره احمر، تمام؟ دي مفتوحه يعني فيها ارباج مفتوح، دي مقلوبه يعني منوره تبقى العربيه اتقلبت، بس طالما دي منوره برتقاني يبقى كده العربيه كان فيها حاجه بسيطه جدا واتعملت وما اثرتش على اي حاجه، ما فيش فيها اي مشكله خالص. فده الفحص بتاع السياره فيعتبر ممتاز، ما فيهاش اي مشاكل العربيه دي، وما خافش ان انا اشتريها. طيب انا مش مطمن للفحص ده وعايز افحص تاني زياده، تمام؟ عندي هنا حاجه اسمها عايز افحص زياده، عايز اجيب شركه تانيه تتاكد لي، يمكن الكلام بتاع كوبر ده كذابين مثلا يعني، فبجيب هنا بعمل ثيرد بارتي انسبكشن، طرف ثالث يفحص لي، تمام؟ طرف ثالث بكام؟ ب 99 دولار، بدفع، بدوس هنا اوردر فور 99 دولار، بضغط هنا بيجي لي صفحه الدفع، بدفع، بتيجي شركه من بره كوبرت تدخل جوه المزاد في ميعاد محدد، طبعا بيحددوا ميعاد بعد يوم او اثنين او ثلاثه، بيخشوا قبل ميعاد المزاد طبعا اكيد، يخشوا يفحصوا لك العربيه من الدعميه للدعميه، يقول لك فيها كذا 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 والماكينه كذا والجير كذا واتخبطت قبل كده ولا ما اتخبطتش واتصلحت وفين واتعملت بالتواريخ وبالثاني، فده هيكلفك كام؟ هيكلفك 99 دولار. بس يعني شباب من خبرتنا احنا كناس بتشتري على طول سيارات من مزاد كوبرت الامريكي، الاول كنا بندفع 99 دولار وكان العميل طبعا بتحملهم، بس يعني بنلاقي والله العظيم وانا صادق يعني بنلاقي ان الفحص الخارجي اللي ب 99 دولار زيه زي الفحص المجاني، الاثنين بيطلعوا شبه بعض بالظبط ومفيش فيهم اي اختلاف نهائي، فبعد كده ما عدناش بندفع او ما عدناش بنغرم العميل 99 دولار، قعدنا خلاص بنستكفي بالفحص بتاع كوبرت وشكرا على كده، لان هم يعني فحص كوبرت ما شاء الله جدا امين يعني، وجدا لو في اي مشكله بتظهر فيه على طول، اللي عايز يتاكد بفلوس براحته ما فيش اي مشكله خالص. فدي كانت العربيه، فالعربيه ده يا شباب اللي عايز يشتريها دلوقتي حالا ب 163500 دولار هيدوس باي ات ناو، تمام؟ عايز يستنى المزاد لبكره بعد 20 ساعه و36 دقيقه، كانت 48 دقيقه من شويه بقت 20 ساعه و36 دقيقه، طبعا الوقت ده بيقل اهو قدامكم، تمام؟ هيستناها وهيبدا مزادها من 59500، دي ممكن تخلص بقى ب 70 ب 80، لكن عمرها ابدا ابدا ما هتوصل في خلال الدقيقتين ل 163000 عمرها، تمام؟ فتشرف المزاد طبعا يا شباب بيكون ارخص كتير. حلو؟ تمام. طيب امتى انا ادخل اشتري السياره باي ات ناو ويبقى ده افضل لي، حتى لو مزادها بعد ساعه، مش هقول لك بعد يوم ولا بعد اتنين ولا بعد شهر، امتى انا اضغط على زر باي ات ناو واشتري العربيه دلوقتي حالا وما استناش المزاد بتاعها حتى لو بعد هو يوم واحد او بعد ساعه واحده؟ ايه ايه ايه
يعني ايه الظروف اللي تخليني اشتري العربيه باي ات ناو؟ انا اقول لك ايه الظروف. مثلا دي انا لقيتها العربيه باي ات ناو ب 163000 ونص، تمام؟ وجيت هنا لقيت بدايه المزاد بتاعها بادئ مثلا من 162000. طب معلش، يعني اي عقل ومنطق يقول ان انا استنى العربيه بقى المزاد بتاعها لما يجي ميعادها وابدا المزاد بتاعي من 162000 وهي قدام الوقت ب 163000 ونص؟ طب ما طبيعي انها لما تبدا مزادها من 162000 هتغلى اكتر من 163، خلال دقيقتين هتغلى 3 4000 5000 دولار. يبقى بدل ما تبقى ب 163 دلوقتي، ممكن اخدها دلوقتي، هلاقيها في المزاد بكره بقت ب 168 وب 170، وهضطر اخدها لان خلاص هي بقى سعرها كده، تمام؟ فدي الحالة الوحيدة يا شباب اللي انا افضل لي ان انا اشتري باي ات ناو. شفت عربية عجبتني، دخلت على السعر بتاع بداية المزاد بتاعها بتاع ساعة المزاد، دخلت على السعر ده لقيته قريب قوي قريب قوي من سعر باي ات ناو، فبروح شاريها باي ات ناو واخلص نفسي من دلوقتي اشتري وادفع، لانها كده كده ممكن هتزيد عن كده، تمام؟ فدي الحالة الوحيدة يا شباب. لكن طول ما السعر 59000 وهنا 163000، يعني فرق حوالي 100000 دولار، لا انا استنى المزاد طبعا، لان المزاد عمره ما هيزود القيمه دي كلها. فهمنا يا شباب؟ يا ريت تكون استوعبنا النقطه دي كويس قوي، وامتى نعرف نشتري عربيه باي ات ناو. طيب شفنا العربيه دي يا شباب وشفنا مشاكلها ايه بالظبط، خلينا نشوف عربيه تانية. دي كانت اول عربيه معانا، عربيه جميله جدا بصراحه، اكزوتيك. هنشوف عربيه لامبورجيني هوريكان 2018، تمام؟ العربيه دي عددها ماشي 125000 مايل، عفوا 12528 مايل، قيمتها في السوق 189000 دولار. العربيه دي كلين تايتل، العربيه دي في ولايه ميامي، موجوده في ميامي، تمام؟ المزاد بتاعها بعد 20 ساعه و27 دقيقه، يعني هي في نفس الميعاد، فهم ورا بعض. المزاد ده على فكره يا شباب، المزاد ده بيجيب العربيات، يعني اللي مزادها الاول واللي بعد يعني بالترتيب، فدول هتلاقيهم في مزاد واحد لانه هو في ساعه واحده، تمام؟ فهنا العربيه دي مزادها برده بعد 20 ساعه و27 دقيقه. العربيه دي باي ات ناو ب 139500 لو انا عايزها دلوقتي، وهتبدا في المزاد ب 71000. يبقى انا اشتريها باي ات ناو ولا استنى بعد 20 ساعه وابدا مزادي من 71000 دولار واخدها ممكن ب 72 74 80 85؟ عمرها ما هتوصل لل 139. فطبعا في الحاله دي انا بستنى مزاد افضل لي. تعالى كده نخش نشوف السياره، نشوف صورها ونشوف مشكلتها ايه. طبعا السياره ران اند درايف، شغاله وماشيه، تمام. السيارة دي كابورليه يا شباب، سقف مفتوح، سيارة ده رقم الشاسي، كلين تايتل، العربية ماشية 12500 اكتوال شرعي مش ملعوب في العداد، يعني 189000 ده قيمتها في السوق 189000، وصاحبها عايز يبيعها باي ات ناو ب 139500، تمام؟ تحت هنا وهي قيمتها في السوق 189000، يعني الفرق برضه في صاحبها عايز يبيعها بأقل من 50000 دولار عن سعرها في السوق. اللون اسود 10 سلندر يا شباب، 5200 سي سي، العربيه دي 10 سلندر ما شاء الله، تمام؟ الفتيس اللي هو الجير اوتوماتيك، بنزين، وده تقرير الفحص بتاعها. خلينا نشوف السياره كده الاول، ما شاء الله العربيه ما فيهاش اي حوادث خالص، عربيه ران اند درايف شغاله وماشيه. لا فيها حادث اهو يا شباب، فيها حادث هنا بسيط اهوت، تمام؟ اهو واضح، خلينا نكبره اكتر، اهو ده الحادث اهو يا شباب. يعني الدعامية بس محتاجة تتغير، تمام؟ ده كل اللي في السيارة، غير كده الباقي سليم ومفيهاش أي مشكلة تاني. شايفين السيارة وجمالها يا شباب؟ السيارة ماشية 12000 ميل، العربية لسه جديدة ما شاء الله، يعني 2000 موديل 2018 قلنا 2018 بس، لسه لامبورجيني هوريكان 2018 بس لسه، العربية ماشية 12000 ميل فقط، يعني ما كانش صاحبها بيركبها كتير، واندعمت الدعمه دي وعشان كده قرر يبيعها، تمام؟ فدي السياره. طيب خلينا نشوف تقرير الفحص بتاعها كده، نفحص كونتينيو. برضو دي برضو يا شباب مالك تاني، اونر المالك التاني للسياره، لامبورجيني هوريكان 2018، العربيه ايطالي، تمام؟ بقى لها 6 سنين. العربيه دي خرجت من السيرفيس اخر مره يوم 8/7/2018، العربيه عددها ماشي 12527. طيب هنا هنشوف ان كان فيها حوادث او لا. بصوا هنا كده يا شباب، هنا علامه صح، يعني مفيش مشاكل. هنا اوكشن
مزاد دخلت هنا مزاد قبل كده، يعني اتعرضت في مزاد قبل كده وما اتباعتش. اوبر ريكول ما راحتش ولا مره، ولا مصنع طلبها ولا مره عشان تعمل ريكول. هنا اكسيدنت دامج فيها علامه حمراء، هنشوفها تحت دلوقتي ايه العلامه الحمراء دي، بس كده معناها انها كانت مضروبه. الاودومتر العداد شرعي عليه علامه صحه، يعني شرعي 12500 ما حدش لعب فيه، تمام. الباقي ده كله ما يهمناش، دي حاجات خاصه بالتراخيص في امريكا وكده. طيب هنا يا شباب، هنا العربيه دي فيها مشكله، هنا العربيه دي قال لك انها اندعمت او ما فتحتش ايرباج وما اتقلبتش، بس اندعمت تمام، والدعمه بتاعتها اثرت في الشاسي، بس الفحص مش مبين هي فين بالظبط. بوينت اوف امباكت نوت افيلبل، الفحص مش عارف الضربه كانت فين بالظبط، بس هي فيها شاسي وفيها ضربه قبل كده، تمام. يعني ما يغركوش الصور وجمالها يا شباب، العربيه اهيت شكلها حلو وكل حاجه وسعرها حلو جدا، بس ما يغركوش طلع فيها شاسي، تمام. فده مبدئيا. طيب الفحص بتاع المزاد ما عرفش ضربه الشاسي فين، حلو، ما عرفش. فانا بعمل ايه؟ بضحي طبعا، اللي يخليني معلش يعني بشتري عربيه ثمنها فوق ال 71000 دولار، فانا مش يعني مش هتفرق معايا معلش 99 دولار هنا هم ادفعهم واجيب شركه بقى، شركه يعني بيرفكت تخش تدخل تفحص العربيه تقول لي ايه اللي فيها بالظبط، تمام. خدتها يبقى انا ما غربتش كتير، 99 دولار ده مش فلوس، ده ثمن وجبه مطعم. ما خدتهاش انا ما دفعتش حاجه غير 99 دولار بس، اطمنت ما خدتش حاجه واتخدعت فيها، تمام. فده الوضع يا شباب في شراء العربيات من المزاد. حلو، شفنا السياره دي، تعالوا نشوف عربيه ثانيه كده. باك تو ريزلت، نرجع ثاني لنتائجنا. طيب العربيه الثالثه معانا يا شباب، قلنا العربية الأولى كانت الفيراري، العربية الثانية اللامبورجيني، العربية الثالثة بورش 2014 بانيميرا 2. العربية دي بادئ مزادها من 4400 دولار، وباي ات ناو لو أنت عايزها دلوقتي حالا ب 10000 دولار. لو أنت عايزها دلوقتي حالا وخلاص أنت ميت على السيارة دي ومش عايز حد غيرك ياخدها، والمزاد لسه عليه مثلا كتير ولا حاجة، خدها ب 10000 دولار، لكن المزاد لسه عليه 20 ساعة و22 دقيقة، يعني بكره، فمش فارقه ان انا استنى لبكره وابدا مزادي من 4400 دولار، ممكن اخدها ب 5 5 ونص 6 7، بس عمرها ما هتوصل لل 10، تمام. فالسياره دي كلين تايتل، ماشيه 112918 مايل. العربيه فيها مشكله ميكانيكال دامج، فيها مشكله في الماكينه بس فقط لا غير، بس هي مع ذلك ران اند درايف شغاله وماشيه. تعال نشوف كده صورها. بورش بانيميرا 2 2014، تمام. السياره كلين تايتل، ماشيه 112 اكتوال، ما فيهاش لعبه في العداد. فيها مشكله ميكانيكال، فيها مشكله في الماكينه، بس السياره ران اند درايف، حرف الار اهو يا شباب فوق اهوت، حرف الار اهو، السياره ران اند درايف شغاله وماشيه، بس في مشكله في الماكينه، ممكن يكون فيها صوت، فيها بوجيهات، فيها ركفه عايزه تظبط، المهم فيها حاجه في الماكينه، بس هي شغاله وماشيه السياره. خلينا نشوف الصور. ما شاء الله بدون حوادث، حلو شكل السيارة. بورش بانيميرا 2، شوفوا الداخلية يا شباب جميلة ازاي، ما شاء الله انا بحب الداخلية اللون ده جدا صراحة. يعني اهو بصوا يا شباب، لاحظوا، بصوا لاحظوا هنا السيارة شغالة اهيت دايرة، ولمبة الماكينة منورة. لمبة الماكينة منورة ليه؟ لأنه كاتب لك هنا ميكانيكال. ممكن بقى مثلا عايزة صيانة، الزيت عايز يتغير، فيها مشكلة بسيطة عايزة تصلح، بس العربية شغالة، يعني الموتور مش واقف، يعني مش خربان، يعني هي فيها تصليح بسيط هيتعمل أيا كان إيه هو، تمام؟ طبعًا اللي حابب يشتري بقى ويعرف المشكلة دي إيه بالظبط بيجيب بقى شركة الفحص ب 99 دولار، يعني المزاد بيقول لك بس هي فيها مشكلة في الماكينة، بس ما بيحددلكش إيه المشكلة. عايز أنت بقى تستغنى عن 99 دولار وتعرف إيه المشكلة بالظبط، استغنى براحتك، بس معلش يعني إحنا ما بنعملش كده، إحنا بنشتري العربية طالما كده كده أنا شاريها وصلت لغاية بلدي بعد تمن العربية وجمركها وشحنها ومصاريفها وكل مصاريفاتها وصلت بلدي باقل من نص سعرها، فانا مش فارقه معايا لو طلع حاجه في الماكينه صرفت معايا 200 300 400 500 دولار، مش فارقه بقى كتير، ما انا واخد في العربيه موفر الوفات، فما بنعملش احنا كده، تمام. عربيه فيها مشكله في الميكانيكا العادي وغالبا بتطلع بسيطه يعني، تمام. فدي السياره يا شباب زي ما احنا شفناها، عربيه جميله جدا، بورش بانيميرا 2، تمام. طيب خلينا نشوف الفحص بتاعها. كونتينيو. دي برضو الملك الثاني، تمام.
الملك الثاني اونر تو العربية لكشري، العربية انتاج جرماني المانيا بقالها 10 سنين. تمام، العربية لاست ريبورد كانت عنده 41 ألف. تمام، هنا علامة صح، مفيش مشكلة، كلين مفيش مشكلة، تمام، كلين تايتل يعني. اوبر ريكول ما جالهاش اي استدعاء، ايشو مفيش اي حوادث ولا اي اكسيدنت نهائي، العربية ما شاء الله سليمة سليمة يا شباب، كله حتى الاودومتر ما فيش لعبة في العداد، علامة صح، كله انشورنس، ده كل حاجات ما تهمناش. هنا بقى يا شباب بصوا بقى، هنا كده العربية السليمة تبقى عاملة ازاي، بيبقى فيها خط اخضر كده من فوق العربية من اولها لاخرها، يعني بيقول لك العربية دي ما اتخبطتش من اول السيارة لاخرها، ولا اتخبطت في دعامية ولا اتخبطت في اشارة ولا في باب ولا في اي حاجة، طالما علامة الصح دي موجودة كده خضرة بطول العربية، يعني العربية دي من الأول للآخر كده، كل العربية من أولها لآخرها ما حصلش فيها أي مشكلة قبل كده، ولا فتحت إرباج أهي طافية، ولا جابت شاسي، ولا اتخبطت خبطة عادية، ولا اتقلبت، تمام؟ فالعربية دي يا شباب بنشتريها وإحنا مغمضين، وما بنضطرش حتى نجيب شركة فحص تفحصها، خلاص الموضوع منتهي، العربية دي بتجيلك بحالة الوكالة ما شاء الله، تمام؟ فده فحص عربية جميلة جدا، اللي حابب يستنى مزاد العربية دي، تمام؟ يتواصل معايا على الواتساب، طبعا لسه باقي 20 ساعة، يعني يتواصل معايا النهاردة ويقول لي عمرو أنا عايز السيارة دي. على فكرة يا شباب احنا النهاردة التاريخ 3 نوفمبر، الحد 3 نوفمبر، تاريخ النهاردة الحد 3 نوفمبر، تمام؟ فاللي عايز العربية ديت المزاد بتاعها بكرة، النهارده الحد، بكره الاثنين، الطريق المزاد بتاعها بكره بعد 20 ساعه و21 دقيقه، فاللي عايز العربيه دي عربيه لقطه وحلوه، تمام، المزاد بتاعها هيبدا من 4400 دولار اهو مكتوب اهوت، يعني ممكن تيجي بخمسه، بخمسه ونص، بسته، بسبعه على حسب، تمام، عايزها دلوقتي حالا قبل المزاد ادخل اشتريها له دلوقتي ب 10000 دولار. بس الافضل طبعا عشان مزاد بعد 20 ساعه، فانا بستنى مزاد بعد 20 ساعه وباخد السياره بخمسه، خمسه ونص، سته، سته ونص، سبعه على حسب ما المزاد يا شباب بيبقى اسمه ونصيب. اصل انا ناس كتير بتدخل تكلمني على الواتساب تقول لي يا استاذ عمرو معلش، طب العربيه دي ممكن تخلص بكام؟ انا ما اعرفش يا جماعه تخلص بكام، ده مزاد يا جماعه، ده مزاد، مزاد ممكن المزاد ده يجي التوقيت بتاعه الفجر، زي ما احنا شفنا كده قبل كده مزادات معانا كتير، المزاد الفجر، مزاد الفجر ده بتيجي العربيات ببلاش، العربيات بتيجي ببلاش، مفيش مزايدين اصلا قاعدين، الوقت مش مناسب ان الناس في امريكا تفتح لابتوب ولا تفتح تليفون وتقعد تزايد تشتري في عربيه، مش وقت بيزنس، الوقت بتاع الفجر عندنا هنا في الشرق الاوسط مش وقت بيزنس خالص في امريكا، فبيدخلوش ما بيدخلوش يزايدوا، ممكن انا بعد 20 ساعه العربيه دي تيجي في مزاد الفجر ما يبقاش في مزايدين، تتعرض ب 4400 دولار زي ما انا شايف كده السعر ده وتتباع بيه، ما حدش يزود عليه، تمام؟ حلو، بس خلي بالكم السعر ده يا شباب الوقت اللي حطه ده حد دخل اتفرج على العربيه وحط، يعني انا دلوقتي عشان ازايد عليها انا ممكن اروح دايس هنا دلوقتي ومزايد اهو، يعني انا دلوقتي هي واحد قبلي دخل حط السعر ده 4400، يعني هي دلوقتي محجوزه لواحد ب 4000، في شخص دخل قبل ما انا افتح المزاد ده حط السعر ده، حط 4400، ممكن كان واحد قبله حاطط 4200 هو زود 100، تمام، بقت 4400، انا دلوقتي لو دخلت زودت بروح دايس هنا بدناو بتجيلي ايه 4500، يبقى انا حجزتها ليا. طيب جه المزاد بكره ومحدش زود، المزاد جه مثلا من نصيبي ورزقي انه جه الفجر ومفيش حد زود، انا اخر واحد كنت كاتب 4500، يبقى العربيه بتاعتي انا، تمام؟ ده يفسر لكم يا شباب لما كنا بندخل على المزاد ومفيش حد الفجر مفيش حد يزود وتلاقي العربيه، بقول انا مبروك لصاحب النصيب، مين صاحب النصيب؟ اللي دخل قبل بدايه المزاد ما يبدا وحط هنا رقم، حط هنا بيد ناو، تمام؟ هو ده صاحب النصيب. فانا دلوقتي لو انا عايز ابقى صاحب نصيب في السياره دي بدخل هنا بضغط على بيد ناو، طبعا مش عايز اضغط عشان هشتري على طول، بضغط على بيدنا والسعر ده هيبقى 4500، تمام؟ خلاص بقت كده محجوزه ليا. طيب من هنا لبكره ما حدش دخل خالص والمزاد اشتغل وجه المزاد الفجر ومفيش مزايدين وما زادش عليها، خلاص انا خدت العربيه ب 4500 دولار مبروك عليا، وهي قيمتها في السوق اكتر من 10000 دولار، تمام؟ مبروك. طيب حد تاني بقى في المزاد زود عليا، خلاص انا طلعت الموضوع، بدخل انا ازايد معاه، بزايد قصاده، هو حط 100 انا احط 100، هو حط 100 انا احط 100، تبدا العربيه من 4400 توصل 4500، 4600، 4700، 4800، 5، 500، 5200، زي ما احنا بنشوف المزاد يا شباب وهو شغال، تمام؟ ده الموضوع باختصار، عايز انا دلوقتي حالا بضغط باي ات ناو وباخدها ب 10000 دولار ولا قبل مزاد ولا حاجه، بس ما بننصحش زي ما قلنا كده، طالما السعر البدايه المزاد بعيد قوي عن سعر باي ات ناو يبقى انا استنى المزاد، قولا واحدا استنى المزاد. حلو؟ طب لقينا هنا باي ات ناو ب 9900، هيبدا مزادها ب 9900 بكره، وهي قدام الوقت ب 10،
طب ما معروف ان بكره هتزيد 1000 2000 3، يبقى انا اشتري باي ات ناو دلوقتي. يا ريت يا شباب المعلومه دي تكون واصله يا شباب، تمام؟ فهي عمليه تقديريه، انا اللي بقدر، تمام؟ خلاص خلصنا من السياره دي، خلينا نشوف سياره تانيه. على فكره يا شباب انا سعيد سعيد معاكم بالمزاد ده جدا. انا اول مره على فكره اعمل فيديو على كوبرت من غير ما يكون في مزاد، يعني احنا متعودين كل يوم بنشوف بعض في المزاد، بس انا النهارده فرصه سعيده ان انا اتقابل معاكم النهارده في المزاد في كوبرت، ونشوف حاجه تغيير شويه عن شغل المزادات اليومي اللي احنا اتعودنا عليه، وبرده نفيد الناس بمعلومات. يعني الواحد الحمد لله على ما فهمها وصل لها، وصلنا لها في شهور وسنين، فانا الحمد لله ببسط لكم المعلومه وبجيبها لكم على طبق من ذهب زي ما بيقولوا. اتمنى تكونوا استفدتوا يا شباب، ولايك بقى يا شباب بقى، ودعم القناه بقى يا شباب، عايزين القناه تكبر يا شباب وتوصل ل 10000 و20000 و50000 ومليون يا شباب. احنا يعني المحتوى بتاعنا ده ناس كتير جدا على مستوى العالم بتهتم بيه، بس احنا قليلين قوي في القناه. احنا دلوقتي احنا واصلين كام في القناه يا شباب دلوقتي؟ احنا دلوقتي واصلين ما شاء الله، واصلين 1118 1118 مشترك في القناه. الشاشه مش واضحه عشان الاضاءه، هم 1118، تمام؟ فعايزين يا شباب نوصل نبقى 10000 و20000 و30000، طبعا لان احنا لسه بادئين القناه دي قريب مش من بعيد، تمام؟ 1119 احنا دلوقتي، 1119 مشترك معانا، تمام؟ فيا ريت يا شباب ادعمونا كده يا شباب بشير، ما تبخلوش علينا بالشير يا شباب عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله، تمام؟ طيب شفنا العربيه الفراري، وشفنا العربيه اللامبورجيني، وشفنا العربيه البورش. دي بورش مكان، خلينا نعديها. بورش مكان تاني، انا عايز اجيب لكم عربيه اكزوتيك كده من العربيات اللي احنا بنحبها، بورش بانيميرا، مازيراتي جيلبي، مازيراتي ليفانس لكشري اعلى فئه طبعا، تمام؟ شوفوا هنا يا شباب مزادها هيبدا من 5600، ولو عايزها باي اتنين دلوقتي ب 13000 دولار، اوكي؟ ايوه تعالى كده نشوف يا شباب الروز رايس ديت. الروز رايس سياره العظماء والمليونيرات، تمام؟ عفوا خلينا كده نرجع تاني الاول. الله حتى شكل العربيه ما شاء الله مرعب. شكل العربيه من بعيد مرعب. خلينا نرجع تاني معلش، نقرا بس البيانات اللي بره هنا الاول بعدين نخش جوه. روز رايز 2015 ريس، العربيه عداد 99780 مايل اكتوال، مفيش حد لعب فيه. قيمتها في السوق مش مكتوبه، مش كاتبين قيمتها كام في السوق. العربيه دي سلفج يا شباب مش كلين تايتل، سلفج مش كلين تايتل، تمام؟ يعني ما ينفعش اخدها اوديها الكويت ولا السعوديه، العربيه دي ممكن تروح العراق، ممكن تروح الامارات، ممكن تروح اي دوله ما عدا العراق، ما عدا الكويت عفوا والسعوديه، تمام؟ ما تسمحش بدخول السالفج نهائيا. العربيه ماينر دنت سكراتش، يعني ما فيهاش حوادث ولا مشاكل، بس ممكن ما تكونش صبغه وكاله، ممكن القطعه فيها تكون صبغت وهنعرف دلوقتي، تمام؟ العربيه دي هيبدا مزادها بعد يوم وساعه و11 دقيقه. بعد يوم وساعه و11 دقيقه، يعني زي بعد دلوقتي بساعة بكرة، تمام؟ يعني دي كان بعد 23 ساعة، بعد 24 ساعة، لا دي بعد يوم وساعة، بعد 24 ساعة وساعة، يعني بعد 25 ساعة من دلوقتي و11 دقيقة، تمام؟ يعني مش في نفس المزاد بتاع العربية اللي قبلها يا شباب، حلو؟ عايزها باي ات ناو دلوقتي ب 90000 دولار، صاحبها طالب فيها 90000 دولار لو أنت عايزها دلوقتي. فطبعًا لما تكون العربية قدامي ب 35000 دولار واستنى على المزاد يوم واحد وساعة و11 دقيقة، اخدها ب 35، اخدها ب 90000 دولار ولا استنى ال 35000 دولار دول هيبقوا 40 45 50؟ طبعا العقل بيقول ان انا استنى المزاد طبعا افضل. خلينا نخش كده نشوف العربيه من جوه ونشوف صورها الجميله. روز رايز ريس 2015، العربيه سالفج ماشيه 99000 مايل 780 ماينور دنت سكراتش، ما فيهاش حوادث ولا مشاكل، فيها بس خدوش دامج هيستوري، فيها دامج هيستوري، تمام؟ العربيه 12 سلندر كوبي، اللون سيلفر مش ابيض على فكره يا شباب، سيلفر فاتح. العربيه 12 سلندر 6.6 6600 سي سي يعني. الفتيس اوتوماتيك، الرير ويرد اوتوماتيك، جازولين بنزين ومعاها تقرير الفحص. طيب خلينا نشوف كده الصور. شكل العربيه مرعب قوي يا شباب ما شاء الله، ولونها جميل، لا هو ابيض ولا هو فضي، هو بين البنين كده، هو عاجي تقريبا اللون العاجي يعني، تمام؟ جميله السياره بصراحه، جميله 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 يا شباب. شايفين كام سلندر يا شباب؟ 12 سلندر 6.6 سي سي 6600 سي سي.
سيارة ران اند درايف طبعا، لان احنا مختارين كل العربيات اللي تجيلنا ران اند درايف بس. فدي العربية يا شباب شكلها تحفة، العربية تبدأ مزادها من 35,500 دولار، تمام؟ ده سعر المزاد بدايته اهوت، واللي عايزها باي ات ناو دلوقتي ب90,000 دولار اهو. طيب خلينا نشوف الفحص بتاعها كده. دي ما فيهاش فحص يا شباب، ما اتفحصتش او لسه الفحص بتاعها ما نزلش. دي ممكن الفحص بتاعها ينزل مثلا عشان لسه عليها يوم وشويه، فممكن الفحص بتاعها لسه ما نزلش. ده فحص مبدئي كده يعني، بيقول لك ماينور ديد سكراتش يس، فيها بعض الخدوش وكده. فيزابل بنت ريبير اهو، فيزابل بنت ريبير، فيها بويه اتغيرت او اتدهنت يس، قال لك يس. ده فحص مبدئي كده يا شباب، تمام؟ فده ما بنعتمدش عليه، لا بنستنى الفحص الثاني او بندفع ال 99 دولار وبنجيب شركه فحص ثالث تفحصها، بس مش ده الفحص اللي احنا بنعتمد عليه او بنشتري عليه، تمام؟ انا عن نفسي بعمل كده طبعا لعملائي يعني. طيب خلينا نخرج من السياره دي يا شباب ونشوف سياره ثانيه اكزوتيك. وصلنا احنا خلصنا دول، وصلنا للروز رايز. عندنا بورش مكان، عندنا مازيراتي، عندنا بنتلي فلاينج 2014، عندنا بورش مكان 2015، عندنا بورش كاين 2016، بنتلي فلاينج 2014. انا عايز حاجه بس مدل عليها نتفرج عليها. عندنا مازيراتي مضروبه من قدام 2018، عندنا مازيراتي 2014، عندنا بنتلي 2017، عندنا بورش كاين جي تي اس. طيب الصفحه كده خلصت، خلينا نشوف الصفحه رقم 2. عندنا مزاراتي 2017، تمام. طيب السيارة دي خلينا نشوفها ماشية يا شباب. السيارة دي مزاراتي 2017 جلبي، السيارة ماشية 116,000 ميل 494، تمام. السيارة كلين تايتل، فيها ماينور دنت سكراتش يعني ما فيهاش حوادث ولا مشاكل، تمام. السيارة موجودة في دالاس، مزاد دالاس، مزاد تكساس دالاس. السيارة مزادها بعد يوم وسبع ساعات وسبع دقايق، يوم 24 ساعة و7 ساعات و7 دقايق. السيارة هيبدأ مزادها ب 4000 دولار، واللي عايزة باي ات ناو دلوقتي حالا ب 9500 دولار، تمام؟ خلينا نشوف السيارة من جوه. فطبعا اللي عايز العربية دي هيستنى يوم وياخدها بسعر المزاد طبعا أفضل زي ما قلنا. السيارة شكلها حلو يا شباب، كلين تايتل. السيارة زي ما احنا شايفين كده لونها أبيض مميز، مفيهاش حوادث ولا أي مشاكل، داخلية سودا نضيفة السيارة ما شاء الله، ولسه ماشية العداد 116,000 ميل فقط. ران أند درايف شغالة السيارة اهيت، مفيش فيها أي لمبات شغالة ولا أي شيء، ما شاء الله الماكينة زي الفل مفيهاش أي مشكلة. العربية دي يا شباب 6 سلندر 3000 سي سي، تمام. الجازولين بنزين نورمال وير، أوه ده نورمال وير يا شباب، السيارة دي نورمال وير يعني صبغ وكلام ما شاء الله متدعمية للدعمية، السيارة دي ما اندعمتش ولا فيها اي حاجه، فما شاء الله يعني عربيه جديده جديده يعني، تمام. زي ما احنا شايفين كده الحاله دي يعني نورمال وير يعني صبغ وكلام الدعميه للدعميه ما شاء الله، السياره ما فيهاش اي مشكله ولا اي حوادث، تمام. بس كاتب لك هنا في الاول ماينور دنت سكراتش، يعني ممكن يكون فيها خط كده او شخط او حاجه، طبعا بيبين برؤيه غير الصور يعني. يعني خلينا كده نكبر الصوره شويه ونشوف، ما اظنش هيوضح معانا اي سكراتش. سكراتش يا شباب ممكن يبقى خط مثلا، خط بسيط جدا مش واضح يعني، ممكن انت حتى في الحقيقه ما تاخدش بالك منه، بس هو للامانه بيقول لك عليه يعني. طيب خلينا نشوف كده الفحص بتاعها. كونتينيو اوتو تشيك ريبورت. العربيه دي يا شباب برضو كانت ملك تاني، الملك اللي معاها ده الملك التاني، موديل 2017، مزاراتي جيلبي، سياره ايطالي بقى لها 7 سنين، تمام. هنا علامه صح اهوت، ما دخلتش مزاد قبل كده، كلين تايتل اهي، تمام، علامه صح، حوادث ما فيش، علامه صح، صبغ وكلام، احنا بنقول عربيه صبغ وكلام الدعميه للدعميه يا شباب. اوبن ريكول نوت افيلبل، غير متاح، ده ما يهمناش في حاجه. اودومتر تشيك، ده يهمنا طبعا ان العداد بتاعها شرعي، علامه صح اهو ما تلعبش فيه ولا اي حاجه، تمام. طيب تعالى نشوف كده شكل الحوادث اهو يا شباب، شوفوا صبغ وكلام الدعميه للدعميه، العربيه صبغ وكلام الدعميه للدعميه، ولا فتحت ارباج ولا فيها شاصي ولا اتضربت اي ضربه ولا اتقلبت على جنبها ولا اي شيء، علامه خضراء اهي، تمام، مش زرقاء، الزرقاء يعني فيها حاجه كانت مخبوطه مدعومه من حته، تمام.
بتبان في التقرير، لكن هنا بيقول لك صوبه وكلام الدعميه، الدعميه علامه خضراء وعلامه صح. تبقى العربيه دي اشتريها وانا مغمض يا شباب، ولا ادور على فحص ولا ادور على غيره، العربيه هتجيلي بحاله الوكاله. تمام؟ فالعربيه دي اللي عايزها دلوقتي يا شباب باي ات ناو، يكلمني على الواتساب وهجيبها له ب 9500 دولار. طيب عايز يستنى المزاد، المزاد بعد يوم وسبع ساعات وست دقائق، دلوقتي كان 14 دقيقه من شويه، بقى يوم وسبع ساعات وست دقائق. هيبدا مزادها من صفر يا شباب، ستارتنج برايس هيبدا مزادها من صفر. طيب شوفوا بقى يا شباب، يا شباب الميزه الحلوه، اما سياره يبدا مزادها من صفر، هل تتوقع انها في خلال الدقيقه دقيقه ونص المزاد بيزود 100 100 100 100، هل في خلال دقيقه ونص دقيقتين عمرها هتوصل ال 9500 دولار اللي انا هاخدهم بيها دلوقتي باي ات ناو؟ مستحيل طبعا، هيبدا مزادها من صفر. يعني يوم ما تتمعظم هتبقى العربيه ب 3 4000 2000 2500 2700، انا ما اعرفش، بس هو الوقت التقريبي بتاع المزاد من دقيقه ونص لدقيقتين، ثلاثه بالكثير قوي. فلما المزاد بيكون ماشي 100 100 100 100 100 عمره ما يوصل للقيمه دي ابدا، ممكن توصل ل 2500 2700 3000 دولار وهكذا، وتتباع العربيه ويبقى مبروك لصاحب النصيب. تمام؟ فده يا شباب توضيح عشان الكل يبقى فاهم الدنيا في المزاد ماشيه ازاي. طيب خلينا نشوف سياره ثانيه كده. احنا خدنا المزاراتي الجلبي، خلينا نشوف بورش كاين 2014، لا بلاش، مزاراتي لافنت 2017، مزاراتي جلبي 2014، فيراري 2022. ايوه تعالوا نشوف السياره دي يا شباب، جميله ولونها جميل مميز. السياره دي 2022 فيراري اف 8 سبايدر. تمام؟ السياره عداد بتاعها شرعي 3520 ميل فقط، لسه العربيه جديده. تمام؟ العربيه دي كلين تايتل، نورمال وير يعني صبغ وكلام الدعامين الدعميه، ما فيهاش اي حوادث ولا اي مشاكل يعني، واضح من دلوقتي. تمام؟ المكان بتاع مزاد، المزاد بتاعها كوبرت نورث بوستون. احنا زي ما قلنا يا شباب قبل كده، مزاد كوبرت ده مش مزاد واحد، ده 250 مزاد حول ولايه امريكا، حول ولايات امريكا بالكامل، فكل ولايه فيها مزاد. المزاد ده العربيه دي موجوده في مزاد نورث بوستون. تمام؟ العربيه اللي بعدها دي مكتوبه موجوده في مزاد في ولايه ثانيه، المزاد اللي بعده اهو نورث ساوث بوستون، مزاد ثاني خالص غير اللي احنا فيه. تمام؟ فعشان نبقى عارفين المزادات دي يا شباب 250 مزاد حول امريكا. عشان كده بنقول سعر الشحن الداخلي بيختلف، بيختلف ليه؟ من بعد المسافه بين المزاد وبين الميناء اللي احنا بنشحن منه اللي هو ميناء نيوجيرسي. كل مايل شركه الشحن الداخلي بتحاسبنا عليه بدولار، كل مايل بدولار. يعني لو مثلا لو انا شاري السياره على بعد 300 ميل، الموقع المزاد بتاعها من نيوجيرسي، فشركه الشحن هتاخد مني 300 دولار عشان تنقل العربيه من مقر المزاد بعد ما اشتريها لحد الميناء بتاعت الشحن اللي انا بشحن لك منها سيارتك. طيب انا اشتريت سياره من مزاد على بعد 1500 ميل في اخر امريكا بعيد، تمام، ومزاد وبشحن انا من نيوجيرسي، مضطر اشحن من نيوجيرسي، كل سياراتي بتشحنها من نيوجيرسي، شركه الشحن بتاعتنا هناك اللي بتعامل معاها، مش هقدر اجيب لك شركه شحن ثانيه. تمام؟ فالعربيه هتاخد المبلغ ده، المسافه دي 1500 ميل مثلا في دولار ب 1500 دولار. فاحنا دايما بنحاول العملاء بتوعنا ان احنا نشتري من حوالين نيوجيرسي عشان ما دبسكش او ما خلاكش تدفع كتير في شحن سياره، الا اذا العميل جايب لي رابط بتاع عربيه معينه بيقول لي يا عمرو انا عايز السياره دي. انت براحتك بقى، انت عايز العربيه دي، انا بقول له يا ابن الحلال العربيه دي موجوده في مزاد كذا، المزاد ده مثلا يبعد 1200 ميل عن الميناء، هتكلفك 1200 دولار شحن داخلي بس، غير الشحن الخارجي وغير عموله كوبرت وغير عموله شركتنا. فبيقول لي ماشي، بيقول لي انا عايزها، بيقول لي انا عايز السياره دي، انا عايز السياره دي حالا، فما فيش مشكله انت حر خلاص خدها. تمام؟ او بيقول لي ما تشغلش بالك بالشحن، انا مقيم في امريكا واروح انا استلمها المزاد. بقول له حياك الله، بديله الرقم بتاعها والاوراق بتاعتها بعد ما تشتريها، بيروح هو يستلمها، ما فيش اي مشكله خالص. تمام؟ ف بعد المزاد عن الميناء مهم جدا يا شباب عشان توفير مبلغ الشحن الداخلي. فالعربيه دي موجوده في نورث بوستون، العربيه دي مزادها بعد يوم وسبع ساعات وثلاث دقائق. تمام؟ هتدخل المزاد العربيه ب 155000 دولار بدايتها، ولو عايزها باي ات ناو دلوقتي حالا ب 329900. اوكي؟ خلينا نخش نشوف العربيه. طبعا قيمتها غاليه جدا السياره يا شباب، ما تنسوش يا شباب ان احنا بنتكلم على سيارات اكزوتيك، سيارات غاليه. تمام؟ فالاسعار دي مش ممتازه جدا بالنسبه لاسعار السيارات الاكزوتيك يعني. 2022 فيراري اف 8 سبايدر، السياره لونها جميل جدا يا شباب، عاجبني قوي. السياره كلين تايتل،
ماشيه 3520 مايل فقط، نورمال وير، سبوكه من الدعميه للدعميه، ما فيهاش اي حوادث ولا اي مشاكل ابدا، عربيه جديده، اللون بتاعها بيربل ممتاز، 8 سلندر، العربيه دي بنزين ومعاها تقرير الفحص بتاعها. خلينا نشوف كده الصور. الله على اللون، اللون ده يا شباب بيغير مع الشمس على فكره، ممكن يبقى اسود، رمادي، غامق، كحلي، بربل زي ما احنا شايفينه كده بنفسجي. شوفوا يا شباب منظر السياره عامله ازاي. العربيه زيرو، العربيه ماشيه 3000 مايل يا شباب، يعني مفيش خالص، يعني حتى ما شاء الله العدادات مفيش لمبه شغاله، العربيه ماشيه 3000 مايل مفيش، يعني هي مشت ده يا دوب راحت مشوار ورجعت يعني. فالعربيه جديده ما شاء الله، يعني ربنا يهني صاحب نصيبها بيها يا رب. فدي صور السياره، عجباني قوي بصراحه، طياره السياره. خلينا نشوفها تاني. جميلة، اللون اللون مميز جدا يا شباب، والداخلية الرمادي في الأبيض دي كمان مميزة جدا ما شاء الله، حلوة بصراحة. تمام، طيب عرفنا السيارة مزادها هيبدأ من زي ما قلنا من شوية، واللي عايزها باي ات ناو ب 329,900 دولار، اللي عايزها دلوقتي باي ات ناو ب 329,900. تمام، المزاد بتاعها كان مكتوب هنا بره، بداية المزاد افتكر كان 139,000 دولار تقريبا. فين السيارة؟ اهي يا شباب، كان مزادها هيبدأ ب 155,000 دولار. تمام، واللي عايز دلوقتي باي ات ناو ب 329,900، فطبعا بعد يوم وست ساعات، لا نستنى افضل مزاد، هناخدها بارخص من كده بكتير. تمام، بورش مكان 2017، بورش مكان 2020، مازيراتي جيلبي 2017، مازيراتي جيلبي، مازيراتي، بورش كاين، مازيراتي، بورش كاين، مازيراتي جيلبي، مازيراتي، مازيراتي جيلبي كتير قوي. بنتلي فلاينج 2017، مازيراتي، لافانتي، بورش، بورش مكان، مازيراتي. الصفحة التانية خلصت، خلينا نشوف الصفحة التالتة. بورش كاين 2016، بورش مكان اس، بورش بانيميرا، بورش 911، سعر الموديل 2018، لوتس 2017. الله يا شباب، تعالوا نشوف السيارة اللوتس دي كده. السيارة دي لوتس 2017 ايفورا، السيارة ماشية 30,000 ماير 141، السيارة دي قيمتها في السوق يا شباب 85,000 دولار، قيمتها السوقية 85,000 دولار، يعني زمايلها في السوق بتتباع ب 85,000 دولار، هنا صاحبها عايزها باي ات ناو دلوقتي ب 65,000 دولار. طيب مزادها هيبدأ من ايه؟ من صفر. انا بحب العربيات جدا يا شباب اللي مزادها هيبدأ من صفر دي، يعني هتخلص ببلاش، العربيات دي هتخلص ببلاش، عربية بادئة من صفر، فطبيعي انها ايه؟ تخلص بألفات بسيطة. ما اقدرش اقول لك كام بالظبط، ده نصيب ورزق بتاع الشخص اللي بيزاد على العربيه، انا ما اعرفش فيه، ولا شيخ اللي اخترع المزاد نفسه يقول لك العربيه دي هتخلص بكذا، ده مزاد، ده بيبقى يعني اقدار ونصيب يا شباب. تمام، فالعربيه دي موجوده في مزاد كاليفورنيا سكرامنتو. تمام، والمزاد بعد يومين و57 دقيقه، بعد 48 ساعه من دلوقتي و57 دقيقه. اوكي، السياره دي سيرفيس يا شباب. خلينا نشوف كده السياره من جوه. لون السياره مميز جميل جدا. تمام، السياره زي ما قلنا ب 65,000 دولار باي ات ناو لو حد عايزها دلوقتي، والمزاد بتاعها هيبدا بعد يومين و55 ثانيه من زيرو، من صفر. تمام، زي ما قلنا اهوت، سيارة سلفج ماشية 30,141 مايل اكتوال، مش ملعوب فيه، الحادث بتاعها فيها حادث سايد، فيها حادث سايد، حادث جانبي هنشوفه دلوقتي. بارتير ريبيل، بارتير ريبيل متغير فيها قطعة، 85,000 دولار قيمتها في السوق، 6 سلندر كوبي لونها اخضر، 3500 سي سي، 6 سلندر. تمام، بنزين. خلينا نشوف كده العربية دي يا شباب، كان متغير فيها قطعة جانبية، قطعة جانبية يعني أكيد باب أو حاجة، يعني هو بيقول لك السايد أهو كان مخبوط، الباب اتخبط وبارتي الريبير اتغير، يعني الباب اتغير ما اتصلحش، يعني تعتبر العربية برضو بحالة الوكالة. شوفوا يا شباب العربية دي اللوتس،
عربية صناعة يدوية، شوفوا هاند بيلت بيلت ان انجلاند في انجلترا باي اندر اندر مش عارف اندرال ولا مش عارف اسمه، بس ده اسم صاحب السيارة اللي عملها يدوي. العربية دي معمولة يدوية يا شباب، صناعة يدوية تمام. العربية ما شاء الله مزادها بعد يومين و55 دقيقة، مزادها هيبدأ من صفر، واللي عايزها باي ات ناو دلوقتي يكلمني هجيبها له ب 65000 دولار. بس طبعا طالما المزاد بدأ من صفر يبقى العقل يقول ان انا استنى المزاد احسن، لانه بقى عليه يومين بس تمام. دي كانت سيارة من السيارات تمام. هنشوف كمان سيارة مازيراتي 2014، أستون مارتن 2014، بورش باناميرا، مازيراتي جيلبي، مازيراتي ليفانتي، مازيراتي بورش مكان، بورش كاين، بنتلي، بورش مكان، مازيراتي جيلبي، أستون مارتن 2017. طيب تيجوا نشوف الأستون مارتن دي يا شباب، تعالوا. أستون مارتن 2017 رابيدز اس، دي اعلى فئه على فكره، ماشيه لعداد 67260 مايل. السياره دي كلين تايتل، سايد دامج، فيها حادث جانبي هنشوفه دلوقتي. السياره دي في مزاد كاليفورنيا فريسنو، مزاد ولايه فريسنو تمام. المزاد بتاعها بعد 4 ايام و53 دقيقه. المزاد هيبدا من صفر، واللي عايزه باي ات ناو دلوقتي حالا، مش عايز يستنى 4 ايام، هياخدها ب 55000 دولار دلوقتي تمام. فتعال نشوف السيارة كده من جوه. ده شكل السيارة يا شباب، سيارة كلين تايتل، ماشية 67000 مايل، حادثها جانبي، ماينور دين سكراتش، ما فيهاش مشاكل، 12 سلندر، اللون أسود، 12 سلندر 5900 سي سي، بنزين. خلينا نشوف الصور. ما شاء الله، يعني هما بيقولوا ان في حادث جانبي بس هو مش واضح، يعني ممكن يكون حاجه بسيطه جدا، شخطه او حاجه بسيطه، فمش واضح في الصوره تمام. يعني ما فيهاش حاجه، السياره سليمه ما شاء الله، وران اند درايف شغاله وماشيه طبعا، فالسياره بحاله ممتازه جدا ما شاء الله تمام. يعني بيقولوا حادث جانبي اهو، خلينا نشوف مثلا، مفيش اي حاجه خالص واضحه، فمعنى كده ان هو شخطة بسيطة او شيء بسيط. ممكن يكون الحتة دي يا شباب، الحتة دي مثلا تقريبا، اهي دي تقريبا فيها حاجة حافة او حاجة. خلينا نشوف الجنب التاني. شفنا السيارة يا شباب ما شاء الله، سيارة مزادها بعد 4 أيام و52 دقيقة، اللي عايزها دلوقتي ب 55000 دولار بدون مزايدة تمام. نرجع تاني للنتائج. نشوف الصفحة الرابعة. دول اخر اربع سيارات يا شباب في البحث اللي احنا محددينه. طبعا في سيارات اكتر من كده، بس مش من 2014 ل 2025، اقل، 2013 و12 و11، ده كل ده احنا مستبعدينه تمام. في عربيات تانية مش ران اند درايف، في مشكله في الماكينه، في حرف اي، في حرف اس، وفي عربيات تانية كتير لسه مستخبيه. لو انا شلت البحث ده كده هتظهر لي تمام. في عربيات مش باي ات ناو، في كتير جدا مش باي ات ناو، الناس حطاها للمزاد بس، مش حاطط سعر باي ات ناو تمام. فانا لو شلت انا باي ات ناو دي، هلاقي ال 64 عربيه دول هيبقوا 1000 وحاجه تمام. لو شلت ران اند درايف هتلاقي دول 10000 وحاجه. ولو شلت من 2014 ل 25 خليتها مفتوحه، هيجي لي 100 200 300 الف عربيه تمام. شلت اكزوتيك، يبقى انا كده جبت كل السيارات اوكي. فهنشوف كده اخر اربع عربيات هم. مش عايزين نطول عن كده يا شباب، عشان مش عايز يحصل عملية ملل منكم، او انا اكون تقيل عليكم النهارده. بس احنا قلنا النهارده نعمل مزاد كده، تغيير جو شويه عن شغل المزادات، عشان الناس اللي بتسالني دايما على العربيات
اللكشري او العربيات الاكزوتيك بتسالني عليها، عايزه مزاد ليها لوحدها. طب هنجيبه منين؟ العربيات دي يا شباب بتيجي كده بيعه في وسط مزاد في 50 60 70 عربيه، بتيجي واحده او اثنين او ثلاثه بس بالصدفه يعني، لكن ملهاش مزاد محدد في يوم في الاسبوع. يا ريت كنت انا استنيته كل اسبوع وعملت لكم المزاد ده من عيوني والله، بس غصب عننا العربيات الاكزوتيك دي زي ما انتم شايفين كل عربيه لها مزاد وساعه معينه. تمام، يعني العربيتين دول في مزاد واحد مثلا اهوت، ميامي نورث، ميامي نورث نفس قاعه المزاد، نفس القاعه، نفس الولايه، و4 ساعات و19 50 و4 ساعات 19 50 نفس الوقت، يعني العربيتين دول جايين في مزاد واحد. تمام، العربيه الثالثه دي لا، اللي بعدهم دي لا، دي في سولت ليك في ولايه ثانيه خالص، وبعد 4 ايام و23 ساعه، مزاد ثاني خالص، قاعه ثانيه خالص، ولايه ثانيه خالص. تمام، فده اللي احنا بنحكي عليه. فخلينا نشوف كده البنتلي دي يا شباب، 2020 بنتلي كونتيننتال جي تي، السياره دي اعتقد كابورليه، ماشيه 23127، سياره كلين تايتل، السياره قيمتها في السوق 245000 دولار، ما شاء الله 245000 دولار، صاحبها عايز يبيعها دلوقتي ب 240، ب 240 بيقل عن ثمن السوق 5000 دولار. شاطر، بس احنا لا، احنا من زيرو، فهنستنى مزاد افضل طبعا، هناخدها باقل من كده بكتير، بكتير جدا طبعا يعني. طبعا اذا هو وافق، بس غالبا بيوافق يعني. تمام، خلينا نشوف كده السياره. حلوه العربيه، عشان هي السياره حلوه عشان كابورلي، بنتلي كونتيننتال جي تي 2020، سياره كلين تايتل. انا زعلت يا شباب للاسف، العربيه دي يا شباب ووتر فلود، العربيه دي غرقانه، شوفوا الجمال ده يا شباب، وغرقت في شويه مطر، بس اعتقد طالما السياره شكلها نضيف كده تبقى نسبه الغرق ما عدتش 25%، 25% اللي هو الميه ما تعدتش نص التواير، نص العجل بتاعها الميه ما عدتش النص، ده اسمه 25%، فوق بقى 50% يعني الميه بدأت تدخل جوه، 100% يعني العربيه كانت مغموره بالكامل غرقانه والميه فوقها، ده اسمها 100%، 50% الميه دخلت لها جوه، فدي اتوقع مش 50% لان ما تبقاش بالنظافه دي ابدا، هنشوفها دلوقتي من جوه كان بيبان طبعا الفرش من جوه لما بتقعد في الميه، لو الميه غمرها من جوه يوم واثنين وثلاثه يبقى الفرش من جوه متعفن في حاله عفن، فبيبان طبعا. فانا عشان كده بقول لكم دي مش ان شاء الله مش هتعدي ال 25%، فال 25% دي يا شباب دي مش حاله غرق، دي ما تعتبرش حاله غرق، دي بتبقى ميه وصلت لغايه التواير ما دخلتش جوه العربيه، فدي مش غرق ولا حاجه، ما تاثرش في العربيه في حاجه. طب ما احنا كلنا بنسيب عربياتنا طول الليل بايته في الشارع في الشتاء والمطر بيوصل لغايه العتب بتاع الباب بس ما بيخشش جوه، فده ما اسمهش غرق، اسمه مطر كتير وصل لغايه نص التاير عادي جدا يعني، ما دخلش على الكمبيوترات بقى والاجهزه والعربيه ما دخلش عليها من جوه، فده بيبقى عادي. بس الامانه بتاعت كوبرت لازم يكتب لك ان هي ووتر فلود، انها تعرضت لحادث غرق بسيط، حتى لو هو 10% لازم الامانه بتاعت كوبرت لازم يكتبها لك، لان دي سمعه مزاد يعني، فما يقدرش يعني. تمام، طيب خلينا نشوف كده السياره، 12 سلندر 6000 سي سي، 12 سلندر جازولين بنزين، خلينا نشوف الصور، وهتلاحظوا دلوقتي ان كلامي مظبوط والميه ما وصلتش لغايه نص التاير كده، يبقى 25%. العربيه شكلها جميل جدا، دي وهي مقفوله، السقف المقفول، اللون الداخلي جميل جدا، الله الله، اهو ده اللي بنقول عليه يا شباب، يعني دي ما دي بالله عليكم كده مثلا، دي منظر عربيه الميه دخلت لها جوه. يعني الجمال ده، ده منظر سياره الميه دخلت فيه جوه، مستحيل طبعا، هتلاقي الارضيه دي كلها طين وعفن وتقطيع، دابت واتقطعت من الميه قعدت فيها يوم واثنين وثلاثه وعشره. تمام، لان ما بيحصل سيول يا شباب، بتحصل سيول طبعا، امريكا ما انتوا مش هقول لكم عليها يعني، الدنيا بتغرق ممكن تقعد بالشهر ما حدش عارف يوصل لعربيته، فالعربيه بتفضل شهر غرقانه في الميه، فمش هتبقى بالحاله دي ابدا يعني، ولا اللي هيصلحها هيرجعها كده. تمام، فالعربيه دي ما شاء الله الميه ما غمرتهاش، ما دخلتهالهاش جوه اصلا. تمام، بدليل انها حاجتها شغاله، السقف شغال والعربيه ران اند درايف ما فيهاش مشكله، بس الامانه بتاعت المزاد بيقول لك ان السياره تعرضت لحادث غرق بسيط. تمام، دي السياره اهي من جوه، لون الفرش الداخلي جميل جدا، 12 سلندر ما شاء الله بنتلي، ما شاء الله اهو، يعني بصوا يا شباب دي حاجه من تثبيت كلامي ان انا بقول لكم الحادث الغرق بتاعها بسيط. اي سياره الميه دخلت في الكمبيوترات بتاعتها، يعني الميه دخلت لها جوه دخلت على الكمبيوترات، لازم تلاقي اللمبات دي كلها منوره، العربيه شغاله اهي ران اند درايف، العربيه دايره الموتور دايره اهو. تمام، بس ما فيش ولا لمبه شغاله غير لمبه الحزام بس اللي هو مش مربوط،
لكن ما فيش لمبه بقى تشيك انجن ماكينه، ولا في لمبه مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، ما فيش اي حاجه شغاله. تبقى العربيه دي ما دخلت لهاش ميه على الكمبيوترات. فالعربيه دي يا شباب اللي حابب يشتريها يستنى المزاد من زيرو يستنى، واللي حابب يشتريها ما يقلقش منها ب 240 الف دولار دلوقتي. فطبعا لا نستنى مزاد احسن لانه بادئ من زيرو، تمام. فاللي عايز سياره يكلمني على الواتساب دلوقتي يا شباب، لان مزادها ما عادش عليه وقت كتير، بقى له باقي عليه 4 ايام بس. هنبقى نعمل يا شباب فيديوهات تانية ان شاء الله، نقول طريقه الشراء ازاي، وازاي بتتواصل معايا على الواتساب، وانا بعمل ايه لما بتتواصل معايا الواتساب، وازاي بنتفق على السياره وبنعرف ميعادها، بندخل مع بعض ازاي اونلاين نزايد على العربيه مع بعض. كل ده هنقوله في مزاد تاني، في فيديو تاني ان شاء الله يا شباب. خلينا نرجع كده لنتائج السيارات. في عربيه انا عايز اشوفها بعد دي، وان شاء الله تكون اخر سياره، ونختم الفيديو بتاعنا النهارده عشان ما نطولش عليكم يا شباب. السياره اللي قبل الاخيره دي عجباني يا شباب، عايز اشوفها، تمام. السياره دي لامبورجيني موديل 2023 هوريكان ايفو. السياره دي ماشيه 1816 ميل، العربيه لسه جديده خالص. السياره قيمتها في السوق 364900، يعني 365000 دولار قيمتها في السوق. صاحبها عايز يبيعها باي ات ناو دلوقتي ب 210، بيضحي كتير صراحه. السياره لسه جديده ماشيه 1800 ميل فقط، صاحبها عايز يبيعها ب 210000 دولار دلوقتي، دلوقتي يمسك فلوس 210000 دولار، تمام. طب لو هيستنى المزاد هيبدا مزادها من 20000 دولار، المزاد هيبدا من 20000 دولار. طب امتى المزاد؟ بعد 4 ايام و23 ساعه و43 مينتس دقيقه، تمام. طيب ايه اللي في السياره؟ السياره دي اولا سالفج، مش كلين تايتل، رير اند دامج، فيها حادث خلفي، المفاتيح بتاعتها موجوده. خلينا نشوف كده السياره من جوه، ودي هتكون اخر سياره مزاد في المزاد بتاع في الفيديو بتاع اليوم يا شباب. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بقى لنا اكتر من ساعه فمش عايز اطول عليكم. زي ما قلنا السياره سالفج ماشي 1816 مايل، السياره فيها حادث خلفي رير اند وفرونت اند، حادث خلفي وحادث امامي الاثنين يا شباب، رير اند وفرونت اند، حادث خلفي وحادث امامي. وقيمتها في السوق 365000 دولار. السياره دي 10 سلندر 5200 سي سي، سياره ران اند درايف، شغاله وماشيه، تمام. خلينا نشوف كده الصور. هذا الحادث الخلفي يا شباب، يزعل بصراحه في سياره زي دي ماشي ألف، يعني السياره يا شباب ماشيه 1816 ميل. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني السياره ما مشتش لسه 3 4 ايام بعد ما طلعت من مصنعها واترزعت الخبطه اللي فيها دي، شايفين يعني اتخبطت من قدام، ده خبطه، الخبطه طبعا واضحه يا شباب من غير ما اقول لكم، دي واضحه، دي واحد خبطه من ورا خلاها خبط في اللي قدامه، دي يعني دي كانت واقفه في اشاره مثلا، واحد خبطه من ورا راح خبط خلاها خبط في اللي قدامه، تمام؟ فواضحه واضحه وصريحه يعني. فالواحد بيزعل على كده، خبطه من الجنب من هنا يا شباب، راح خبطه في العربيه اللي قدامه. حاجه تزعل يعني لما تكون عربيه قيمتها 365000 دولار وتتخبط خبطه زي دي، وصاحبها المسكين بيضحي بثمنها، بيبيعها ب 210000 دولار وهو لسه شاريها ب 365، ما كملش لسه 3 4 ايام. فدي من الحاجات اللي بتزعل الواحد يا شباب على اصحاب السيارات. دي الحته المكسوره فيها اهي، طبعا مش هتتصلح يعني، هتتبدل طبعا اكيد، تمام. فدي السياره مدادها هيبدا بعد قلنا 4 ايام تقريبا، المزاد هيبدا من 4 ايام و23 ساعه، يعني 5 ايام تقريبا يا شباب، 5 ايام الا ساعه الا ربع، 4 ايام و23 ساعه و42 دقيقه، تمام. يعني 5 ايام الا شويه مزاد هيبدا المزاد ب 20000 دولار، واللي عايزها دلوقتي هياخدها ب 210000 دولار. لا استنى طبعا المزاد، اخدها بدايه من 20000 دولار، هتخلص بالافات اقل من السعر الباي ات ناو بكتير، تمام. انا سعدت بيكم يا شباب بصراحه النهارده، الدردشه معاكم حلوه، والمزاد النهارده اتوقع ان هو مفيد لناس كتير، لان انا فعلا فعلا كتير ناس بعتت لي على الواتساب وعلى الكومنتات بيسالوني على عربيات اكزوتيك، عايزين يشوفوا حاجات اكزوتيك هم بيحبوها يعني. فانا قلت النهارده خليني اشبع رغبات المتابعين الحلوين بتوعي. فاتمنى يكون عجبكم مزاد يا شباب. اي حد حابب ان انا اعمل حاجه معينه في مزاد كوبرت يقول لي عمرو اعمل كذا كذا كذا، وانا ان شاء الله مش هقصر معاك وهعملها. واي حد عايز سياره مزاد كوبرت الامريكي يتواصل معايا على رقم الواتساب اللي في وصف الفيديو، اللي هو 00965 9400 376، ده رقم كويتي يا شباب، وانا اسمي عمرو ابراهيم، لان في ناس اتفاجئت النهارده انها بتسالني اسمك ايه؟ تقول لي انت اسمك ايه؟ فانا اسمي عمرو ابراهيم، مقيم في الكويت، شركتي في الكويت، وعندي شركه في امريكا اللي بنستورد من خلالها السيارات، ومقيم بين مصر والكويت، يعني انا حاليا في مصر ومسافر الكويت ان شاء الله الاسبوع الجاي، والامارات كمان، شغالين في الامارات كمان، فبروح الامارات ومصر والكويت،
بس الشركة الأساسية الفرع الرئيسي في الكويت، تمام، والفرع اللي بنشتري منهم المزادات في أمريكا في ولاية وايومنج، تمام، اسمها شركة أمدالي للتجارة العامة سواء في الكويت أو في أمريكا بنفس الاسم، أمدالي كومباني ال ال سي، تمام. فأنا سعدت بيكم يا شباب في مزاد اليوم، ومش وزي ما قلتلكم يا شباب دعم للقناة بقى، عايزين مشاركات كتير يا شباب، مشاركات على قد ما تقدروا كده، خلي المستوى المحتوى بتاعنا يوصل لكل محب السيارات على مستوى العالم، تمام. إن شاء الله يا شباب نشوفكم في مزاد قادم بإذن الله، وأتمنى أكون سعدتم بالمزاد بالفيديو بتاع اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.